تحياتي. أناقش معكم في هذه الحلقة موضوع في غاية الأهمية، وهو من أين لك هذا؟ وهذا الموضوع مهم جدا في أي استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. لكن ما هي المشكلة الجوهرية في كل الدول العربية في حربها على الفساد؟ المشكلة الجوهرية هي فجوة الثقة بين المواطن وحكومته. هناك لدى المواطن شكوك جوهرية في صدقية الدولة في حربها على الفساد. وبالتالي إذا أرادت الدولة الوطنية في كل الدول العربية وبدون استثناء الحرب الحقيقية على الفساد، فيجب أن تعمل على ردم الهوة والفجوة، فجوة الثقة هذه بين المواطن وحكومته وجهود حكومته في حربها على الفساد. على سبيل المثال، نحن نعلم أن معظم الدول العربية إن لم يكن جميعها قد وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأن كافة البنوك المركزية في الدول العربية تلتزم بالمعايير أو بالتوصيات الريكومنديشنز الواردة عن مجموعة أو فرقة العمل المالي اللي هي Financial Action Task Force FATF نسميها احنا. وبالتالي فإن الدول العربية ملتزمة بمكافحة الفساد طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومكافحة غسل الأموال طبقا والتزاما بتوصيات مجموعة العمل المالي اللي هي FATF. وأيضا الدول العربية ملتزمة بمكافحة الإرهاب لأنها أعضاء بهيئة الأمم المتحدة وتلتزم بكل أوجه مكافحة تمويل الإرهاب. طيب، الآن هناك مشكلة على سبيل المثال في الذمة المالية للموظف الذي يتصدر الوظيفة العامة الرفيعة. نحن نعلم في القطاع العام هناك وزراء ورؤساء أو مدير عام وزارة أو إلى ما هنالك من المناصب الرفيعة، وهناك موظفون عاديون. الأصل في الموضوع أن لا يستغل موظف الدولي الذي يحتل منصب الرفيع، وزير، رئيس وزراء، حتى رئيس دولة على فكرة، أو موظف زي ما قلنا من الصف الأول في الوزارة، لا يجوز أن يستغل نفوذه ليفسد. لا يجوز أن يكون لديه تضارب بالمصالح طبقا لما شرحناه في حلقة سابقة. إذن حتى يتم مكافحة ذلك في شيء نسميه politically exposed person PEP politically exposed person. وقد صدرت عن مجموعة العمل المالي أو فرقة العمل المالي اللي هي FATF توصية رقم 12 وتوصية رقم 22 حول هذا الموضوع. وهناك guidance كما تلاحظون على الشاشة في هذا السياق ترشد الدول العربية، ترشد الدول العالم كله على فكرة، كيف يتم مكافحة الفساد وغسل الأموال بالذات لمن يتمتعون بمراكز نفوذ، يعني موظفي القطاع العام الذين يحتلون المناصب الرفيعة. لكن كيف يتم تطبيق ذلك على الأرض؟ بكل أسف، بما لا تخطئه العين، نرى حالات عديدة جدا ونسمع عن حالات عديدة جدا، شخص بيحتل منصب رفيع في الدولة لفترة بسيطة أو فترة طويلة، فجأة بتلاقيه لديه ثروة هائلة جدا. كيف حصل ذلك؟ ما في حدا بيعرف. هل تتخذ الدولة إجراءات في هذا السياق؟ ما حدا شايف، ما حدا عارف. وبالتالي هذا يعزز فجوة الثقة بين المواطن والدولة. إجراءات الإعلان الذمة المالية على فكرة، إجراءات إعلان الذمة المالية للموظف الرفيع، وزير، نائب إذا كان في نيابة، أو رئيس وزراء أو رئيس دولة حتى، إجراءات حصر الذمة المالية عند تبوئه المنصب وعند تركه المنصب يشوبها عيوب هائلة جدا من حيث الرقابة الداخلية عليها ومن ناحية فعاليتها. ونحن سنفرد حلقة خاصة
لتوصيات وإجراءات مقترحة حتى نعزز من كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية المحيطة بالإعلان عن الذمة المالية. هذا بنجي خلال السنة 2021 بتفصيل أكثر. وهذه الحلقة كما تعلمون هي الحلقة الأولى من سنة 2021 التي نفتتح بها هذه السلسلة. الآن هناك أيضا مواطن عادي. مواطن عادي بيكون موظف في مؤسسة خاصة، فجأة بيغتني، احنا بنسميه بالعربي بيغتني، صار غني جدا فجأة. هلا لا ورث، لا عنده إرث، ولا فاز بورقة يا نصيب في الدول فيها ورقة يا نصيب، وراتبه محدود جدا، وفجأة صار يملك العمارات، وصار يملك السيارات، وصار يملك وهكذا، ثروته ارتفعت والحسابات البنكية. من واجب الدولة الوطنية، من واجب الحكومة والأجهزة المعنية أن تسأل هذا المواطن من أين لك هذا. وعلى فكرة محاربة الفساد هي مسألة أمنية من الطراز الرفيع، يعني مسألة ذات أهمية أمنية قبل ما تكون ذات أهمية اقتصادية. على فكرة أنا بدي أذكر في حلقة أذعناها في أكتوبر الماضي، حلقة أعتقد رقم 4، بسميها تناولنا موضوع بسميه Unexplained Wealth Order. هذا قانون بريطاني طبقته الحكومة البريطانية على شخص كان لديها شكوك أنه بيغسل أموال. ماذا ما فحوى هذا القانون؟ هذا القانون إذا الدولة بيقول كالتالي، إذا الدولة تعذر عليها إثبات من أين مصادر الأموال لشخص ما لديها، تقلب الصورة بتقول له أوكي أنا مش عارفة، أنا كدولة ما بعرف أثبت مصدر أموالك، الآن عليك أنت أن تثبت مصدر الأموال التي بحوزتك. إذن نلاحظ الآن هذا هو فحوى الموضوع Unexplained Wealth Order. إذا المواطن المشتبه به ما قدر يثبت مصدر كل فلس، كل دولار في حساباته في ملكيته، الدولة بتسيطر عليها وبتأخذها إله. وعشان هيك الخبر كان انه مواطن يتنازل عن 10 مليون جنيه استرليني بسبب هذا القانون، ما قدر يثبت من وين هي، من وين مصادره. الان ليش ما يكون في الدول العربيه قانون من اين لك هذا مشابه للقانون البريطاني Unexplained Wealth Order؟ هي القانون موجود. اي مواطن في الدول العربيه، أنا لأني بحكي عربي بحكي عن الدول العربية، بس هو المطلوب من كل دول العالم لمكافحة الفساد بالذات غسل الأموال والفساد، أي مواطن لا يستطيع إثبات مصدر أمواله، أولا بتحط الدولة إيدها على هذه الأموال، ثانيا تقاضيه وتحاكمه. الآن هذا في منتهى الأهمية للحرب على الفساد. إذا كانت الدولة العربية، الدول العربية جاد بحربها على الفساد، فلتطبق فلتصمم قوانين مشابهة للقانون البريطاني، بأنه كل إنسان، كل مسؤول وكل مواطن، على فكرة كل إنسان وكل مسؤول وكل مواطن، لا يستطيع أن يثبت مصدر أمواله، تعتبر هذه الأموال بتحط إيدها الدولة عليه، وتعتبر هذه الأموال أموال ليست نظيفة وتقاضي. أمر آخر، نحن ندعو إلى أن لا يسقط الفساد بالتقادم على الإطلاق حتى يكون رادعا لكل من يعتقد بأنه سيذهب هو وغنائمه وسرقاته وفساده وغسل أمواله القذر، سيذهب به ويتمتع به بعيدا عن أعين الناس وعن أعين الدولة. لذلك هذا الموضوع في منتهى الأهمية حتى يكون باستمرار يعني بين يدي الأجهزة المعنية في كل دولة عربية. كمان مرة، كل مواطن لا يستطيع أن يثبت مصدر أمواله، يجب على الدولة أن تضع يديها على هذه الأموال. أمر آخر، كمان مرة، إن التغير المفاجئ في ثروة أي مواطن عليها علامات استفهام أمنية قبل ما يكون علامات استفهام فساد. وبالتالي الأجهزة المعنية في كل بلد عربي الأصل
أن تتكاتف جهودها مع هيئات مكافحة الفساد أو هيئة مكافحة الفساد لديها حتى يتم السيطرة على هذا الوباء من غسل أموال وفساد وتمويل للإرهاب. مع خالص تحياتي.